السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بس عايز أسأل حضرتك في مسألة. أنا دلوقتي دخلت برنامج، تمام، في اشتراك سنوي بدفعه، ها؟ في ايه؟ في برنامج أنا دخلته، برنامج على النت. نعم. البرنامج ده في اشتراك سنوي بدفعه ايه. 6000 جنيه، وبيديني مهمات أعملها باخد عليها ربح 264 جنيه في اليوم، تمام. المهمات دي عبارة عن ايه؟ بخش اعمل لايكات على فيديوهات على الفيس. الفيديوهات دي عبارة عن ايه؟ فيديوهات دروس، ساعات بلاقي فيه فيديوهات دينية وقرآن، وساعات بلاقي اخبار مثلا عن مصر، اخبار مثلا عن طبيخ، اخبار عن كورة، حاجات زي كده. فسؤال، هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ لا يعني هل أنت تنشر خيرا أو تنشر شرا؟ مش بنشر، أنا بعمل لايكات بس، بعمل لايكات على منشورات على الفيس. إعجابات. اللايكات دي أنا باخد عليها فلوس. وبتدفع 6000 جنيه في الأصل في الأول. 6000 جنيه في الأول سنويا، مقابل اشتراك ما سنوي. مقابل ماذا بقى 6000؟ نعم؟ مقابل ماذا 6000 اللي تدفعها؟ لا، هو مش مقابل حاجة. انت هو البرنامج كده، تدفع 6000 اشتراك سنوي، وعشان يديك المهمات دي انت تعملها في اليوم. لا أراه جائزا، ابتعد عنه أسلم لدينك. سمعي، إنه لا يخلو من نشر أو عمل لايكات لأشياء سيئة.